واصل المارد الأحمر تدريباته صباح اليوم ضمن تحضيراته لكلاسيكو العرب أمام الغريم التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل. حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يوم 12 من الشهر الحالي موعدا لقرعتي ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، وستقام عملية سحب قرعة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة، ثم يليها سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا في نفس اليوم. كما أعلن كاف عن موعد قرعة النسخة السابعة من كأس أمم إفريقيا داخل الصالات المغرب 2024، وذلك بعد غد الخميس في المجمع الرياضي محمد السادس بالرباط. وستشارك في هذه النسخة من المنافسة التي ستقام في الفترة الممتدة من 11 إلى 21 من أبريل 8 منتخبات، هي المغرب البلد المستضيف وحامل اللقب، مصر، أنغولا، موريتانيا، ناميبيا، غانا، زامبيا وليبيا. أكد البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي أن الموسم الحالي انتهى معه فعليا بعد تعرضه للإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، واعدا جماهيره بالعودة بصورة أقوى في الموسم المقبل. ونشر تاليسكا منشورا عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: أبدأ اليوم رحلة التغلب على تمزق عضلة الفخذ، معربا عن امتنانه لدعم الجماهير ودعم النادي في هذه اللحظات الصعبة. هيمن نادي ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 27، وتصدر فريق ليفربول الترتيب برصيد 63 نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهتين، وتسجيل 64 هدفا وتلقي 25 هدفا، بينما حل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن اختيارات الأسطورة آلان شيرر لفريق الجولة 27 من البريمير ليج، والتي تصدرها المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز لاعب فريق ليفربول بعد هدفه القاتل في مرمى نوتنغهام فورست، بالإضافة للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك. ولم يتواجد سوى لاعب واحد فقط من مانشستر سيتي في التشكيل، وهو فيل فودن الذي تألق أمام مانشستر يونايتد وسجل هدفين. أعلنت تقارير صحفية أن أحد أبرز الأندية العملاقة في أوروبا يلاحق بشكل جدي النجم الإنجليزي الشاب فيل فودن لاعب مانشستر سيتي للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وبحسب التقارير فإن ريال مدريد يرغب في إضافة النجم الإنجليزي البالغ من العمر 23 عاما إلى قائمة الصفقات التي يسعى لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إيقاف الفرنسي ماتيو غاندوزي لاعب وسط لاتسيو لمبارتين بسبب طرده في الوقت بدل الضائع من مباراة فريقه أمام ميلان التي خسرها بهدف ضمن الجولة 27 من المسابقة، وسيغيب غاندوزي عن مبارتي لاتسيو المقبلتين ضد أودينيزي وفروسينوني. حقق جاكوبا أراساتي مدرب فريق أوساسونا رقما قياسيا مع فريقه بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني، ووصل أراساتي إلى الفوز رقم 100 بكافة المسابقات مع أوساسونا منذ تسلمه المهمة التدريبية. أعلن الاتحاد الدولي للتنس إلغاء نسخة العام الحالية من بطولة كأس هوبمان لفرق التنس المختلطة تفاديا لتعارضها مع أولمبياد باريس 2024، وكان من المقرر إقامة البطولة في مدينة نيس نهاية شهر يوليو المقبل، وستعود بطولة كأس هوبمان للتنس في عام 2025، علما بأن اسم البطولة جاء تكريما للأسطورة الأسترالي هاري هوبمان.